على كل المزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من دبي رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في أكويتي جروب. رائد أهلا بك معنا. يعني دعنا نبدأ من أن الأسواق الأمريكية تترقب بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع، بيانات سوق العمل بالتأكيد توقعات تشير إلى إضافة الاقتصاد حوالي 200 ألف وظيفة غير زراعية واستقرار معدل البطالة عند أعلى مستويات في عامين عند 3.9%. من ناحية أخرى بيانات نشاط القطاع الصناعي في الولايات المتحدة أظهرت أول نمو في حوالي عام ونصف، يعني هناك تباين في هذه البيانات الاقتصادية. أي من هذه البيانات سترجح كفة الفيدرالي؟ يعني هل بيانات الوظائف أو أرقام نشاط القطاع الصناعي؟ صحيح نوف، نعم. يعني كان عندنا نحن مجموعة من البيانات الاقتصادية المختلطة اللي نحن بنقدر نسميها اللي صدرت من الولايات المتحدة الأمريكية، واللي أظهرت بشكل واضح أنه يعني بدأ الاقتصاد الأمريكي حقيقة تسليط الضوء من قبل المستثمرين على البيانات السلبية أكثر من البيانات الإيجابية، ونرى كيف أن السوق يتفاعل مع هذه البيانات على أنها إشارات واضحة أن هناك تغييرات كبيرة في السياسة النقدية مقدمة عليها الولايات المتحدة الأمريكية في عام. ربما سوف يكون الانسرتينتي او عدم الوضوح هو عنوانه الرئيسي فيما يتعلق عن الالكشنز، انتخابات امريكيه بنهايه العام. عندنا مجموعه من الارقام المتفاوته فيما يتعلق بسوق العمل والتضخم كذلك الامر، ولكن الملفت للانتباه نوف هو سوق العمل على وجه التحديد واستقرار معدلات البطاله عند 3.9، وان كانت البيانات قد تاتي خلال تعاملات هذا الاسبوع باقل من التوقعات سوف يكون ذلك عاملا مهما جدا في تحريض الأسواق، أن إشارات الضعف والركود هي الأكثر ترجيحا، وبالتالي نحن ننظر إلى المؤشرات الرئيسية التي يتبناها الفيدرال الأمريكي. شفنا البي سي إي نمبرز أو الانفاق الاستهلاكي الشخصي ورأينا هناك الضعف. نذكر بأنه كان هناك تكرير من جيروم باول بأن سوق العمل يجب أن يظهر بعض الهدوء أو التراجعات حتى يكون هناك تدخلات فيما يتعلق بسعر الفائدة أو اتخاذ للقرار، وبدأنا نرى ذلك الضعف منذ التقرير الماضي بارتفاع معدلات البطالة إلى أعلى مستوياتها في عامين. أعتقد ما يركز عليه الفيدرالي حاليا، نحن عند مستويات أسعار فائدة عند 5.5%، هو مرتاح جدا في عملية التقليص، البيانات لا تزال إيجابية، التضخم عند قريب من المستهدفات، هو يريد أن يرى إشارات الضعف حتى يبدأ بعملية التقليص. بالتالي نحن لهيك عم نشوف الاحتمالية أكثر من 67% هل عند أنه يكون في يونيو التقليص الأول في أسعار الفائدة، وربما من هذا الموعد سوف يكون هناك تقيد نسبي بالبروجكشنز أو التوقعات بأنه يكون هناك 3 تقليصات لأسعار الفائدة. رائد برأيك يعني هل ما زلنا ننظر إلى 3 تخفيضات لأسعار الفائدة هذا العام؟ أعتقد بشكل كبير جدا نعم. السبب في ذلك أنه رح نبدأ نشوف تتالي بيانات سلبية بشكل سريع. نحن نعلم تماما كيف يعمل الاقتصاد الأمريكي من ناحية فقدان الثقة السريع اللي بيحدث في الأسواق، وفي نفس الوقت ممكن نشوف تراجع في مؤشرات الثقة ومؤشرات السنتمنت بدأت تظهر ذلك. ممكن نشوف ذلك انعكاسه بشكل واضح على بيانات الاقتصاد الأمريكي، ربما حتى الآن البيانات تظهر الإيجابية فيما يتعلق بالISM manufacturing والخدمات إلى حد ما، ولكن في المدى المتوسط إلى الطويل ممكن أن نشوف تراجع أسرع نسبيا في عملية سلبية البيانات اللي تصدر عن الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي مخاوف الركود الأكبر. فبالتالي الفيدرال الأمريكي قد يتبنى 3 تقليصات لأسعار الفائدة هذا العام بشكل مريح جدا بتوزيعاتها إذا ما بدأ هذه العملية في وقت قريب من شهر يونيو. أما التأخير في ذلك حتى سبتمبر أعتقد سوف ينتهي بتقليصين فقط، وهما شهر ديسمبر وشهر سبتمبر، دون أن يكون هناك تقليصات أكبر. طيب رائد، دعنا نتحول إلى أوروبا. يعني العديد من الاقتصادات الأوروبية دخلت فعليا في ركود، يعني حتى ألمانيا يتوقع أن تكون قد دخلت في الركود إذا تأكد انكماش الاقتصاد في الربع الأول. ويعني في المقابل من ناحية أخرى بيانات الـ ECI في منطقة اليورو أو أوروبا أظهرت تحسن للشهر الثاني على التوالي، فأكيد أيضا هناك تباين. هل هذا سيدفع البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا إلى تعجيل خفض الفائدة لهذا العام؟ يعني هل ممكن أن تسبق الـ ECB أو البنك أوف إنجلند يسبق الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة؟
صعب جدا حقيقة أنه في تحقيق ذلك في ظل الظروف التي يقبع فيها الاقتصاد الأوروبي على وجه التحديد فيما يتعلق، والبريطاني كذلك الأمر، فيما يتعلق بالمخاوف انفجار مستويات التضخم بالاتجاه الصاعد مرة أخرى، خصوصا مع وجود أسعار نفط مرتفعة بهذا الشكل في الوقت الراهن، يضغط أكثر على مستويات التضخم وتكاليف الإنتاج وتكاليف الأعمال التجارية في المنطقة الأوروبية وفي المملكة المتحدة كذلك الأمر. بالتالي نرى من جانب عنا التوترات الجيوسياسية والحرب الروسية الأوكرانية لا تزال مستمرة وبتأثيراتها السلبية على الاقتصادات الأوروبية، وفي نفس الوقت نحن عم نشوف أنه عنا ارتفاع أسعار الوقود إجمالا، عم يكون في عنا ضغط إضافي، إلى جانب ذلك ضعف مؤشرات الثقة بشكل عام من الاقتصاد الأوروبي والاقتصاد البريطاني يزيد من الضغوط السلبية. كل التحسنات اللي احنا شفناها سواء كانت من أوروبا أو بريطانيا هي مؤقتة، هي ضعيفة نسبيا، لا ترقى إلى مستوى أن هناك تعافي كبير، بالتالي لا يوجد المجال المركزي الأوروبي أن يخاطر بخروج التضخم عن السيطرة مرة أخرى قبل أن يحقق مستهدفات جيدة نسبيا، وخصوصا في بالنسبة للمركز البريطاني على سبيل المثال حيث التضخم هو أعلى نسبيا، ولكن ممكن أن نرى تقليصات لأسعار الفائدة خلال تعاملات هذا العام بعد قرارات الفيدرالي الأمريكي، ربما مع نهاية تعاملات هذا العام يبدأ المركز الأوروبي البحث هذا السبل حتى لا يكون لدينا يورو مرتفع بشكل كبير جدا، وذلك يؤثر طبعا على أداء الميزان التجاري والصادرات في المنطقة الأوروبية، وبالتالي ممكن يكون هناك التوجهات موجودة لتخفيف الأعباء التكاليف الاقتراض إجمالا على المنطقة الأوروبية، وربما يكون في عنا برامج تيسيرية جديدة متبنى من المركز الأوروبي بنهاية تعاملات العام الحالي. دون ذلك لا أعتقد أنه لدى الاقتصاد الأوروبي والبريطاني المقدرة تأفورد أن يكون في عندهم أسعار فائدة منخفضة بشكل سريع، خوفا من أن خروج التضخم مرة أخرى عن السيطرة بشكل كبير جدا يصعب تداركه عند مستويات أسعار فائدة فعليا لا تزال مرتفعة. رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في أكويتي جروب كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا لك.